أهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة شعب الدار مباشرة من الدار البيضاء ومن أمام محكمة استئناف بالدار البيضاء. معنا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تعرض لواحد العملية ديال النصب، وغيحكي لنا على غيحكي لنا تفاصيل مؤلمة على الشيء اللي تعرض ليه. بقاو معنا باش تشوفوا القصة ديالو. غيعاود لنا واحد التفاصيل مؤلمة غنستمعوا ليه. تفضل أسيدي، شنو واش واقع؟ خوتي خواتاتي، نقدم لكم هاد. أنا اسمي إبراهيم مقياس، ابراهيم مقياس، تنناشد صاحب جلاله. وين بعد المشكل ديالك؟ شنو هو المشكل عندك؟ المشكل ديالي اخ ديالي كان عندنا في 2000 2002 كان عندنا الوالد ديالي توفى. خوتي واخ ديالي داروا نزاع السكن ديال الاب ديالي. قال لهم اخ ديالي اعطيني حقي وحق ابراهيم، وانا ما درتش لي وكاله. يعني هذا جرني عدو، داني عدو المنزل ماشي حبا لله، وانا تنقول في المنظر ماشي من ناحيه حيت انت خوه بغى يحلفك ولا لا. انا حبا باش يدي ليا رزقي من الارث ديالي. مني دارو عطاو باش يدير شهاده ديال الاراثه ووعد بالبيع، عطاهم لعبد العزيز الطوسي الذي يوجد في شارع تمارة، حي مولاي عبد الله، حي مولاي عبد الله. قرب ثانويات بنو زيد المصلى. الرقم ديال المكتب ديالو هو 232. مشيت عند السيد موثق عبد العزيز الطوزي يوم 13/5/2024، ودرت شكايه للوكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه الجزريه. شهر 7 درت طلب بمحضر الشرطة القضائية ببرنوصي، وتوجهت إلى مع أخي عند الشرطة القضائية، وقال لي لا. قال الشرطه القضائيه بانه كتحسن ليا وحك ليا من قدام وحسن وحك ليا من الله، يعني كتعاوني. ما لم يعاون با اللي كان مريض معاق. انا في تنتمنى تنتمنى من الشرطة القضائية ديال البرنوصي الخير والإحسان، ولكن المكتب الضبط ديال الشرطة القضائية أعطتني رقم إرسال أرحلت إلى المحكمة الابتدائية الجزرية عبر سجل عدلي يوم 29/7/2024، والرئيس النيابة رئيس الشرطة القضائية شخصيا أعطاني شهادات بأن أرسل بتاريخ أجيلت بتاريخ
15/7/2024. واخا قولنا دابا شنو المطالب ديالك؟ اخ ديالي دا لي 120 الف درهم 12 مليون وصل لي 40 الف درهم 4 مليون قطعوا 8 الف درهم يعني بغيتها ولا تيقول لي تقاد السماء اللي بجهدك ديرها عليك هكا. اش كطلب؟ اش كطلب دابا؟ شنو المطلب ديالك؟ تنطلب من قضاء القضاء ينصفني ونمشي ظهر 90 الى مقابله السيده المحكمه استئناف ابتدائيه الزجريه ولم يريد ان اتقابل معه. واش يستقبلك؟ لا ما خلاونيش نستقبلو. خلاوك تدخل عنده؟ ما خلاونيش تدخل عنده؟ وقال لك السير مشيت عند النيابه العامه. بلاتي نعاودوا هذه الفكره. دابا انت مشيتي عند الوكيل المالك ياك؟ اش من المحكمه؟ ديال المحكمه ابتداء عين سبع زجريه. ما خلاوش تدخل عنده؟ اييه. شنو هما اللي ما خلاوش تدخل عنده؟ رجال قوات قوات المساعده. اش قالوا لك؟ قال لك لا ما تدخل ما تطلعش عنده. قول لهم عندي شكايه. قلت لها عندي شكايه. قال لك سير الوسيط. سير الوسيط. مشيت للوسيط قال لك خاصك ترى خاصك تشوف الوكيل المالك النائب ديال الوكيل المالك تشوفوا ليه. تلاقي درت شكايه درت طلب بالتعجيل. اضرب يا رجال الله يرحم الوالدين. هذا الرجال الله يرحمهم. ما بقاش دير مجهود فهمتيني. اضرب يا رجال. درت طلب يعني باش استعجل بالدراسة. ما كاين والو. وصينا فيه السيد نائب وكيل الملك يوسف السبسي النهار 30/8/2024. نعرفوا النتيجة شنو هما كاين والو. النتيجة بدون جدوى. تيقول لك سير عند مكتب الضبط ومكتب كاتب ديال مكتب الضبط ما بغاش ما تيقول لي 15 يوم 20 يوم 15 يوم 20 يوم عطاني من شهر الاول جا شهر 7 شهر 8 حتى شهر 10. اذا انت بقيتي غير في المحكمه؟ بقيت في المحكمه تنضم. شي صار بقيتي هكا الدور بقيت. واخا دابا لمن غتوجه النداء ديالك؟ النداء نهدي الى السمو الملك. الدارجة لمن غتوجه النداء ديالك؟ النداء نوجه الى السيد السمو الملكي صاحب الجلاله والاخ العزيز عليا. شكرا. و السيد وكيل الملك. اسمح لنا غادي نختموا. إذا كيف ما سمعت مشاهدي الواجهة متابعي ومشاهدي جريدة شعبير، هذا الشخص مسكين اللي ما عادش الهضرة ما تخرجش ليه بزاف. حنا راه فهمنا المجمل، راه فهمتوه. هذا السيد منذ احتياجات خاصة نصب عليه الأخ ديالو في شي 120 ألف درهم وقال لي سير تقب السماء. قال لي تقب السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. تنتمناو باش السيد هذا ياخذ الحق ديالو. تنتمناو من بعض الجمعيات باش يدخلوا على الخط. إذا إلى هنا مشاهدي الواجهة السوداء.